مسافرين مستشفى داخل تركيا وكذلك متواجدين في مدن أخرى مثل بلغاريا بلغارستان هولندا وصربيا. حنايا التواجد ديالنا اليوم هو بمناسبة افتتاح المكتب ديالنا داخل مدينة الدار البيضاء اللي غادي يكون نقطة صحية للمرضى المغاربة أنهم تكون عندهم فكرة على الرعاية الصحية اللي كنقدموها حنا كمستشفى. غادي يكون الاستقبال ديالهم وكذلك غادي تكون عندهم نعطيهم ان سيرفيس ديال يكون عندهم فكرة على ان دوزيام دياغنوستيك بالنسبة لتشخيص الحالة ديالهم ودونك باش نقربوا لهم الفكرة على الرعاية الصحية اللي متواجدة في مستشفى أتوبادر.